بكم أصدقائي في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو سنقوم بتنزيل الصور من مواقع مختلفة. مثلا عندنا هذا الموقع اسمه bxbay.com، وهذا الموقع فيه صور كثيرة. إذا مثلا نبحث عن صور مثلا سيارات cars نحصل على صور كثيرة. نقوم بتنزيل واحدة من هذه الصور، مثلا هذه الصورة، ومن هنا free download نعمل تنزيل. تختار مثلا أكبر حجم، هذا نقول له download، save file، okay. نقوم بتخزينه في download، save، ونبحث مثلا عن صورة أخرى، مثلا هذه. ممكن أيضا عن طريق كليك يمين save image as، أيضا نقوم بتحديد المكان اللي سنقوم بخزن الصورة أو تنزيلها من download، نقول له save. طبعا ممكن نبحث عن صور أخرى، عفوا مثلا city. عندنا صور كثيرة لمدن، هاي صورة حلوة بانوراما، نعملها فري داونلود. نختار أكبر شيء 8947 في 3317، يعني صورة كبيرة جدا. نقوم بسيف، نعملها سيف. هسه طبعا حتى تشوفون الصورة هذه شكلها كيف يكون، صورة رائعة جدا. طيب نذهب إلى الموقع الثاني، هذا الموقع اللي هو اسمه بيكسلس. نختار مثلا نكتب كارز، نرى صور السيارات في هذا الموقع، هناك صور عديدة أيضا. طريقة التنزيل تقريبا متشابهة، أيضا نأتي نفتح نضغط على الصورة، نعملها free download، ونقول له save file، ونقول له save. هنا إذا تريد مثلا تشكر صاحب الصورة توجه له شكر عن طريق الانستغرام. إذا مثلا نبحث عن صور مثلا city، أيضا هناك مجموعة كبيرة من الصور عن المدن. نبحث عن صورة مثلا لنفرض كايرو، في صور يعني حتى عن الشرق الأوسط. عندنا هنا صور من كايرو أو القاهرة، مثلا عندنا هنا أيضا ممكن نضغط على هذه الأيقونات ونحصل على صور أخرى، مثلا لندن. مثلا إذا أريد مثلا لاندسكيب، مناظر طبيعية، فتطلع أيضا صور كثيرة. طبعا هذا الموقع جيد جدا، هو طبعا هاي الصور يرسلها مصورون هواة. وعندنا أيضا موقع ثالث اللي هو هذا انسبلاش، ايضا من المواقع الجيدة. لنفرض انه نريد صور عن بغداد، فتطلع لنا بعض الصور. ممكن الصور ليست كثيرة، ولكن الموقع فيه يعني صور بالشيء اللي انت تريده. ايضا نفس الطريقة، فري داون download free، save file، okay، save. نرى هاي الصورة، free download، save. إذا نريد راح نشوفها شلونها، يعني صورة رائعة ممكن نستخدمها مثلا على سطح المكتب.
save us مثلا background. تفضل. واو صورة جميلة جدا. طبعا هناك مواقع كثيرة لو نكتب مثلا free images نبحث عن مواقع أخرى. هذا شاتر ستوك اللي تابع الأدوبي. هذا الموقع طبعا ليس مجاني، ممكن بعض الصور تحصلها بدون مقابل مادي، لكن بصورة عامة تحتاج إلى أن تدفع على الصور. سلايد فايند فري ايمج، شوف هذا. هذا موقع عن المواقع التي فيها صور مجانية. هذا واحد من المواقع اللي شفناه اللي هو انسبلاش. بعدين هذا ما شفناه اسمه بورست، نشوفه. Top free picture this week. أكثرها أعتقد على ما أعتقد أكثرها طبعا بفلوس، بس في بعض الأسابيع ممكن تنزيل بعض الصور المجانية. نفرض نريد صور مثلا ورود flowers. نفرض نقوم بتنزيل، نشوف شنو الطريقة. نقول download free save file. اوكي submit. نشوف اول مرة نزلها، ماكو داعي نشترك. طبعا اصدقائي هذا الموقع ايضا من المواقع الجيدة، يعني تكستور مثلا. هذه صور قهوة free download save. اوكي كما ترون اصدقائي هناك كثير من المواقع المجانية التي ممكن تحميل الصور منها للاستفادة منها للطبع او للدعاية او لصفحات الويب. ارجو ان يكون هذا الفيديو القصير اعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.